سبورة نتلي، وإن شاء الله باش نصلح لكم بعض التمارين على القوة في الأعداد الصحيحة الطبيعية، باش نزيدوا نفهموا بهم أكثر مفهوم القوة في الأعداد الصحيحة الطبيعية. عندي 3 تمارين إن شاء الله باش نصلحهم. التمرين الأولاني عطيني بعض العبارات ويحبني نحسبهم مع توظيف القواعد بالطبيعة متاع القوة. التمرين الثاني ضع العلامة في المكان المناسب. والتمرين الثالث اكتب في صيغة قوة للعدد 10، أي 10 قوة N، باش نوظفوا المكتسبات متاعنا اللي شفناهم في التلخيص وفي إصلاح تمارينات الكتاب المدرسي إن شاء الله. نبدأ بالتمرين رقم 1. شنو فيه التمرين متاعي؟ عطيني بعض العبارات ويحبني نحسبهم. نبدأ بـ A. A تساوي 2 قوة 2 ضارب 3 قوة 2 مع 365 قوة 0 ضارب 2 قوة 5. لهنا باش نطبق القواعد متاعي، الأولوية بالطبيعة للقوة، وباش نطبق لهنا القاعدة عندي 2 قوة 2 في 3 قوة 2 هي 2 ضرب 3 كلها قوة 2. باهي نجم نحسب 2 قوة 2 وحدها و3 قوة 2 وحدها ونضربهم، ولكن حبيت نوريكم نفكركم بالقواعد متاعي. هذه شنو خدمت لهنا؟ خدمت القاعدة اللي هي A قوة N ضارب B قوة N، عندهم نفس دليل القوة هي A ضارب B كلها قوة N. شنو باش تجيني النتيجة لهنا؟ خلي نكمل لسه وبعد نعطيكم النتيجة. مع 365 قوة 0 هي 1 ضارب 2 قوة 5. شنو خدمت لهنا؟ القاعدة اللي هي A قوة 0 يساوي 1، أي عدد قوة 0 هو 1. باهي هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني يساوي 2 6 قوة 2 هكا ولا مع 1 في 2 قوة 5، معناتها مع 2 قوة 5 يساوي 36، 6 قوة 2 مع 2 قوة 5 اللي هي 32. النتيجة النهائية شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 67. فهمنا؟ هذه أ. ب شنو عطيني فيها؟ ب ب يساوي 4 قوة 2 ضارب 2 قوة 4 إلا 1 قوة 6 ضارب 7 قوة 2. باهي شنو باش نوظف لهنا؟ بالطبيعة باش نوظف القواعد متاعي. عندي لهنا 4 قوة 2 ضرب 2 قوة 4، نجم نحطها هي 4 قوة 2 ضرب 2 قوة 4 هي 2 قوة 2 قوة 2 هكا ولا؟ إلا 1 قوة 6 هو 1 ضرب 7 قوة 2. باهي يساوي لهنا شنو باش تعطيني؟ هذي باش تعطيني 4 قوة 2 ضارب هذه 2 قوة 4، معناتها 4 قوة 2 إلا 7 قوة 2. فهمنا؟ يساوي هذه شنو باش تعطيني؟ 4 في 4 16 كلها قوة 2 إلا 7 قوة 2. لهنا ما عندي حتى علاقة، خاطر عندي إلا نخدم كل طرف على حدة. ردوا بالنا نستخدمو لهنا نشوفو قوة 2 قوة 2، نستخدمو القاعدة نتاع A قوة N ضرب B قوة N، لا ما عندهم حتى علاقة. لهنا A قوة N ضارب بيناتهم، ولكن لهنا شنو بيناتهم؟ بيناتهم إلا، إلا ومعا ما نطبقوش، نطبقوها كان في الضرب. إذا لهنا 16 قوة 2، شو معناتها 16 قوة 2؟ معناتها 16 ضرب 16 تجيني 256 إلا 7 قوة 2، 7 ضرب 7 تجيني 49. النتيجة النهائية هي 305. باهي عدل العبارة الموالية، سي يساوي 5 قوة 2 مع 2 قوة 3 مع 7 قوة 0 مع 6 قوة 1. لهنا شنو باش نعمل؟ باش نخدم كل طرف على حدا، علاش؟ خاطر عندي بيناتهم الكل مع، ما نجمش نطبق حتى قاعدة. لهنا 5 قوة 2 اللي هي 25، لهنا 2 قوة 3 اللي هي 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8، لهنا 7 قوة 2 اللي هو 1، ولهنا 6 قوة 1 اللي هي 6 هكا ولا؟ يساوي النتيجة النهائية شنو باش تعطيني لهنا؟ نحاول نحسب بأسهل طريقة، بالطبيعة ديما نستخدم القواعد اللي نتاع الجمع والطرح، هذوكم ديما الدرس نتاعي مسترسل. باهي لهنا شنو باش نخدم؟ باش نجمع 8 و1 باش تعطيني 9 هاكا ولا؟ 9 باش نجمعها مع 6 باش تعطيني 15، 15 باش نجمعها مع 25 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 4، والنتيجة النهائية بجيني 40. ديما قاعدة نوظف القواعد نتاعي. تعدل العبارة دي، دي يساوي 3 مع 4 قوة 2 ضرب 7. الأولوية للشغل هنا، الأولوية للجمع اللي في الأقوس. 4 مع 3 هي 7 قوة 2 ضرب 7 يساوي 7 قوة 2 ضرب 7، معناتها 7 قوة 3 هكا ولا؟ هذه قوة 1، معناتها 7 قوة 2 مع 1، 7 قوة 3، إذا مش تجيني 443. شو معناتها؟ معناتها 7 قوة 2 اللي هي 49 ضرب 7، تجيني 443. نتعدل العبارة أو، أو يساوي 12 مع 5 ضرب 3 قوة 2. الأولوية لشنو؟ الأولوية للقوة ثم الضرب، وبعد طبق العملية متاعي. أول حاجة الأولوية للقوة إذا كانت وجدت في العملية، ومن بعد الضرب، ومن بعد الجمع هكا ولا؟
إذن هذه بالنسبة للعبارة أولوية، أول حاجة القوة، ثاني حاجة نخدم الضرب، وثالث حاجة نخدم عملية الجمع متاعي. شنو هي القوة؟ عندي 3 قوة 2، إذن 12 مع 5 ضارب 9، 3 قوة 2 هي 9 يساوي 12 مع 5 ضارب 9 هي 45 يساوي 7 و5. تعادل العبارة F، F يساوي 2017 إلا 5 ضرب 9 قوة 0. بالطبيعة ديما الأولوية كما قلت لكم للقوة، لهنا 9 قوة 0 هي 1، يساوي 2017 إلا 5 ضرب 1 يساوي 2017 إلا 5 يساوي 2012. باهي، هذه هي ال اف. الاف نتعدل الجي، الجي شنو فيه؟ 3 ضرب 4 قوة 2 إلا 2 ضرب 7 إلا 2 قوة 2 كلها قوة 2. نمشي بشوي بشوي، الأولوية ديما للقوة بعد الضرب. نبدأ بالعملية الأولانية، هذه شنو باش نخدم؟ باش نخدم القوة متاع 4 قوة 2 نضربها في 3، لأن باش نخدم القوة متاع 2 قوة 2 نعمل 7 إلا 2 قوة 2 كلها قوة 2 ونضربها في 2. باهي، باش نبدأ بشوي بشوي، هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 3 ضرب 4 قوة 2 هي 16 إلا 2 ضرب 7 إلا 4 كلها قوة 2، يعني باقي نتبع بشوي بشوي باش ما نغلطوش، يساوي 3 ضرب 16 إلا 2 ضرب هذه 7 إلا 4، 3 قوة 2. فهمنا؟ إذا يساوي نجم لهنا شنو نعمل لهنا؟ نجم نلاحظ إنه 3 تتعاود، عندي لنا 3 وعندي لنا 3 قوة 2، شو معنى 3 قوة 2؟ معناتها 3 ضرب 3، نجم نخرج 3 لبرا كعامل مشترك. شنو باش تعطيني 3؟ لهنا شنو باش تبقى؟ باش تبقى 16 إلا لهنا تبقى لي 2 في 3، هكا أسهل لي، هكا ولا خاطر أنا نحيد 3 بقات لي 3، خاطر 3 قوة 2 هي 3 ضرب 3. ماهي؟ إذا يساوي 3 لأن بالطبيعة ضارب 16 إلا 6 يساوي، عفوا، 3 ضرب 10، 3 ضرب 10 هي 30، خاطر 16 إلا 6 هذي بتجيني 10، 3 ضرب 10 يساوي 30، كي نضرب في 10 أضيفوا صفر خلف العدد، هذايا المكتسبات متاع سنة سادسة ابتدائي. تعدل آخر عبارة اللي هي العبارة أش، يساوي 3 قوة 4 ضرب 2 قوة 0 إلا 5 قوة 2 ضرب 2 قوة 2، الأولوية ديما للقوة، يساوي 3 قوة 4 ضرب 2 قوة 0 شو معناتها؟ معناتها 1 إلا 5 قوة 2 ضرب 2 قوة 2 معناتها ضرب 4. نخدمهم هذوما الكل، 3 قوة 4 شو معنى 3 قوة 4؟ معناتها 3 قوة 2 في 3 قوة 2 معناتها 9 ضرب 9 اللي هي 18 ضرب 1 18 إلا لهنا باش تعطيني 25 ضرب 4. فهمنا؟ إذا شنو باش تجيني هذه؟ 18 إلا 25 في 4 هي 100. العملية هذه باش تعطيني نتيجة سالبة، هي نورمالمون باش نخلوها هكاكا نحنا، ما تجيش خاطر مازلنا ما قريناش الأعداد السالبة، باش نحفظ حد لهنا. باهي، فهمنا؟ خاطر باش تعطيني النتيجة باش تكون سالبة، هذايا برنامج السنة الموالي، باهي، خاطر ما نقروش نحنا الأعداد السالبة. نتعدى نصلح لكم التمرين نقل 2، شنو فيه نص التمرين؟ نقل التمرين مع بعضنا، ضع العلامة في المكان المناسب، 7 مع 3 ضرب 2 قوة 3 يساوي 80 25 ولا 31، إذا باش نجزو العملية ونشوفو أنا الاقتراح الصحيح. 3 قوة 5 ضرب 27 قوة 2 هل هي 81 قوة 7، 3 قوة 11 ولا 9 قوة 5؟ إذا مش نكتبوا العدد هذا في صيغة قوة، لأن 7 ضرب 2 قوة 4 إلا 3 ضرب 2 قوة 4 هل هو 4 قوة 6 ولا 2 قوة 6؟ باهي، ولهنا عندي مكعب حجمه 2 قوة 12 سنتيمتر مكعب، فإن حرفه يساوي 2 قوة 4 2 قوة 9 ولا 2 قوة 6؟ لأن عندي 5 في 3 في 2 قوة 3 يساوي 10، 100 ولا 1000؟ 2017 هل هو 0 قوة 0 هل هي تساوي 0؟ 2017 ولا 1؟ طيب، بالنسبة للقراءة، عفوا، لهنا نقرأ من اليمين لليسار، فهمنا؟ لهنا نقرأ من اليمين لليسار، خاطر نحنا نقرأ رياضيات باللغة العربية، إذا نقرأ من اليمين لليسار. باهي، هو عاطيني في التمرين اللي قبل عاطيني هاش يساوي، من المفروض يكتب لي هنا هكاي هاش يساوي، فهمنا؟ إذا هو القراءة تكون من اليمين لليسار، نقرأ من اليمين، من اليمين إلى اليسار. نبدأ نصلح لكم التمرين، تمرين رقم 2، ملاحظة، نص التمرين قريته لكم، إذا أنتم تشوفوا نص التمرين تحاولوا تخدموا وحدكم ومن بعد ترجعوا تشوفوا الإصلاح. باهي، شنو عندي لهنا؟ عطيني 7 مع 3 ضرب 2 قوة 3، قلنا الأولوية للقوة، هل هي 80 25 ولا 31؟ باش نعمل العملية متاعي، 2 قوة 3 هي شنو؟ هي 8 ضرب 3، عندي ضرب 3 مع 7،
8 ضرب 3 هي 24، هكا ولا 24 مع 7 يساوي 31. إذا الاقتراح نتاعي الصحيح هو الاقتراح جيم، اقتراح جيم هو الاقتراح الصحيح. نتعدى الاثنين، شنو عطيني 2؟ 27 قوة 2 ضرب 3 قوة 5، هل هي 81 قوة 7، 3 قوة 11، ولا 9 قوة 5؟ إذا يلزمني نكتب العدد هذا في صيغة قوة لعدد صحيح طبيعي. لاحظ أنه 27 هي شنو؟ خاطر عندي لهنا 3، باهي 27 هي 9 ضرب 3، كلها قوة 2 ضرب 3 قوة 5، باهي، و 9 هي شنو؟ 9 هي 3 قوة 2، إذا نجم نكتب 3 قوة 2 ضرب 3 كلها قوة 2 هكا ولا ضرب 3 قوة 5. باهي يساوي عندي 3 قوة 2 ضرب 3، هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني كلها 3 قوة 2، معناتها باش نخدم القاعدة A قوة N ضرب A قوة M يساوي A قوة N مع M هكا ولا. إذا هنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 3 قوة 3 كلها قوة 2، 3 قوة 3 كلها قوة 2 ضرب 3 قوة 5 يساوي، هذه شنو باش تعطيني؟ 3 قوة 6 ضرب 3 قوة 5 يساوي 3 قوة 11، بيتطبق في القواعد متاع القوة. إذا الاقتراح الصحيح لهنا هو الاقتراح ب 3 قوة 11، لهنا 1 3. تعد العملية الموالية، شنو فيها العملية؟ عطيني جيم 3 ضرب 2 قوة 4 إلا 7 ضرب 2 قوة 4، شنو يحب لهنا؟ هل هي 4 4 قوة 6 ولا 2 قوة 6؟ شنو نلاحظ انا لهنا؟ نلاحظ انه عندي 2 قوة 4 يتعاود في كلا الطرفين، اذا نجم نكتب 2 قوة 4 لان ضارب عندي 7 الا 3، 7 الا 3 باهي. شو معناتها هنا 7 الا 3؟ معناتها 4، باش تجيني 2 قوة 4 ضارب 4. الاربعة هي شنو؟ الاربعة هي 2 قوة 2، معناتها 2 قوة 4 ضارب 2 قوة 2 يساوي 2 قوة 6، باهي 2 قوة 6. إذا مش نخدم خليها في صيغة قوة، خاطر هو عطيه لي 2 قوة 6 من غير ما ننجز العملية. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جي، باهي. شنو عطيني من بعد؟ عطيني حجم مكعب هو 2 قوة 12 سنتيمتر كوب. شنو يحب لهنا؟ يحب يلوج على الحرف نتاعو، الحرف نتاع المكعب. عطيني عطيني الحجم، يحب يلوج على الحرف نتاع المكعب. شنو هو قانون الحجم؟ حجم المكعب كم يساوي؟ قاعدة حجم المكعب هو طول الضلع قوة 3، هاكا ولا قوة 3، باهي. هو شنو المقترحات اللي عطيهم لي؟ عطيني 2 قوة 4 2 قوة 9 و 2 قوة 6، انا ولي نعمل قوة 3 باش نلقى 2 قوة 12. عطيني الاقتراح الاولاني، عطيني 2 قوة 4 وعطيني 2 قوة 9 وعطيني 2 قوة 6، باهي. كي نعمل 2 قوة 4 كلها قوة 3، النتيجة شنو مش تجيني؟ مش تجيني 2 قوة 12. كي نعمل 2 قوة 9 كلها قوة 3 باش تجيني 2 قوة 21، هكا ولا 9 في 3. لهنا باش نعمل 2 قوة 6 كلها قوة 3 باش تعطيني 2 قوة 18. إذا أنا والإجابة الصحيحة، الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب A. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة A 2 قوة 4، فهمنا 2 قوة 4 سنتيمتر. إذا حجم الضلع هو 2 قوة 4، طول الضلع هو 2 قوة 4 سنتيمتر. علاش؟ خاطر كي نعمل 2 قوة 4 قوة 3 باش نلقى الحجم اللي هو 2 قوة 12، باهي. نتعدى الخمسة، خمسة شنو عطيني؟ 5 ضارب 2 كلها قوة 3 كم يساوي هذه؟ يساوي 10 قوة 3، 10 قوة 3 شنو معناتها؟ معناتها نكتب 1 وراء 3 أصفار اللي هي 1000، هذه قوة 1 قوة 2 قوة 3. آخر سؤال في التمرين هذا اللي هو 2017 قوة 0 كم يساوي؟ 2017 قوة 0 تساوي 1، طبقت القاعدة اللي هي A قوة 0، A قوة 0 يساوي 1. بعد نصلح لكم آخر تمرين، أكتب في صيغة قوة للعدد 10 أي 10 قوة N، عطيني بعض الأعداد ويحبني نكتبهم في صيغة قوة للعدد 10. إذا تمرين 3، اعطيني العدد الاولاني A، العدد متاعي هو 1 وراء 0 2 3 4 5 6 7 8. شو معناتها لهنا؟ 1 وراء 8 اصفار، اذا نكتب 10 قوة 8، فهمنا؟
قدامها واحد وراء ثمانية أصفار نكتب 10 قوة 8. ب عطيني واحد وراء 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شو معناتها هنا؟ معناتها 10 قوة 10. دي بنشوف عدد الأصفار. جيم شو عطيني في جيم؟ عطيني 2 قوة 7 ضارب 5 قوة 7. لهنا مش نطبق القاعدة، هي 2 ضارب 5 كلها قوة 7. طبقت القاعدة، أ قوة إن ضرب ب قوة إن، هكا عندي دليل نفس دليل القوة. إذا طبقت القاعدة أ قوة إن ضرب ب قوة إن يساوي أ ضرب ب كلها قوة إن. باقي نفكر فيكم بالقواعد باش ما ننسوهمش. يساوي 10 قوة 7. دل شو عطيني في دل؟ عطيني 125 ضارب 2 قوة 3. كيف كيف هذه نحاول نحلها باش نشوف، خاطر هو يحب 10 قوة. إذا لهنا نحاول نحل 125. 125 هي شنو هي؟ 25 ضرب 5 به ضرب 2 قوة 3 تبقى على روحها، يساوي 25 ضرب 5. شنو معناتها 25؟ معناتها هي 5 قوة 2 ضرب 5 ضرب 2 قوة 3 يساوي 2 قوة 3 ضرب، هذه شنو باش تعطيني؟ 5 قوة 3، خاطر 5 قوة 2 في 5 قوة 1 هي 5 قوة 2 مع 1 يساوي 2 ضرب 5 كلها قوة 3 يساوي 10 قوة 3. تفهمنا؟ ديما نحاول نحل الأعداد نتاعي باش نوصل 10 قوة حاجة، هو يحب 10 قوة إن. نتعدى لآخر عبارة، شنو هي؟ عطيني هي، عطيني العبارة 10 قوة 4 ضرب 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 2 ضرب 2 قوة، كل هذه قوة 3. يحب يكتبها ديما في صيغة 10 قوة. نجم نحل هذه، هي 10 قوة 4 ضرب 2 قوة 3 ضرب هذه 5 قوة 2 قوة 3، معناتها 5 قوة 6 ضرب 2 قوة 3. ماهي يساوي، كيفاش باش نخدم لهنا؟ باش نحط، نحاول نكتبهم الكل في صيغة 10 قوة. إذا كيفاش باش نعملها هذه؟ 5 قوة 6 هذه هي اللي باش نحلها. تبقى لهنا عندي 10 قوة 4 ضرب 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 2 ضرب 5 قوة 3 ضرب 2 قوة 3. 5 قوة 6، 6 هي، 6 هي شنو؟ 6 هي نجم نحطها عندي 2 قوة، بدل ما عندي 2 قوة 3 إذا لازم يبين 2 قوة 3، معناتها هي 5 قوة 3 ضرب 5 قوة 3. باهي شنو تجي عندي لهنا؟ 10 قوة 4 ضارب، هذو مش حطهم مع بعض، هذو مش حطهم مع بعض، جديني 2 ضرب 5 قوة 3 ضرب 5 ضرب 2 قوة 3 يساوي 10 قوة 4 ضرب 10 قوة 3 ضرب 10 قوة 3 يساوي 10 قوة 4 مع 3 مع 3، هكا ولا؟ يساوي 10 قوة 10. المجموع هي 6 مع 4 يساوي 10. العبارة الأخرانية في شنو؟ عطيني 4 ضرب 25 كلها قوة 3. يحب يكتبها في صيغة قوة لعد أ 10 قوة إن يساوي، هذي باش نحلها، تجيني 4 قوة 3 ضرب 25 قوة 3 يساوي 4 قوة 3. شو معناتها 4؟ هي 4 هي 2 قوة 2 كلها قوة 3 ضرب 25 قوة 3. 25 قوة 3 شو معناتها؟ 25 قوة 3 معناتها 5 قوة 2 ضرب 5 قوة 1. ايه 25 هي 5، 25 هي قوة 3 هي 25 قوة 3. نجم نكتبها هي 25 هي 25 قوة 2 ضرب 25 قوة 1. باهي زلت خاطر باش نزيد نحلها اكثر، يساوي اذا لهنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 قوة 6 ضارب لهنا باش تعطيني 5 قوة 2 قوة 2 ضرب 5 قوة 2 قوة 1، خاطر 25 هي 5 قوة 2 يساوي 2 قوة 6، معناتها 2 قوة 2 ضرب 2 قوة 4 ضرب 5 قوة 4 ضرب 5 قوة 2. نحط القوة مع بعض، مش تعطيني هنا 2 ضرب 5 قوة 2 ضرب 2 ضرب 5 قوة 4 يساوي 10 قوة 2 ضرب 10 قوة 4 يساوي 10 قوة 2 مع 4 قوة 6. باهي بالتمرين هذا نكون عملت لكم سلسلة على تمارينات، سلسلة تمارينات على القوة في العادات الصحيحة الطبيعية. تابعوني على سابولانات، مازلت باش نكمل نصلح لكم تمارينات أخرين قبل ما نتعدوا للدرس المهم.